بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد فيديو سريع كده عن المعلم هنا. ما شاء الله تبارك. كم يا معلم دي؟ 42 يا ابو. 42 والسن؟ ولا لبان. لبان. 42 لحم. السن لباني؟ بس مش شديد على السعر في اليومين دول؟ والله يا ريت 47 كان سوق الفادي. طب ما سوق كل سوق على وضعه. 42000 جنيه؟ عجل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الله اكبر. بقره لحم لباني عجله لباني. شوف الخير في الاطره. ما شاء الله مطر خير. حط رقم تليفونك لو حد عايز. 031 73 7930. اسمك كريم؟ محمود. معلم محمود الله يسهل عليك. عبد الله بن حج حامد. ما شاء الله. كم دي معلم؟ كم اديني مجال اطلع كده بس هنا بس. كم بيع وشراء فيهم معلم دول؟ 75 و77. اخر بيع وشراء 77 من 75 ل 77. لباني ولا كسرين؟ لباني. اثنين لحم البيع والشراء فيهم بسم الله ما شاء الله من 75 ل 77 اخر بيع وشراء بسم الله ما شاء الله. اثنين اسمان اللهم بارك يا عمي. ما شاء الله اللهم بارك يا عمي. بعجلتين اللهم بارك يا شيخ. حط رقم تليفونك لو حد عايزه. 011 5 6 6 10 100. اسمك كريم؟ محمد سيد. المعلم محمد سيد. رقمه موجود في الفيديو معاه عجلتين اللهم بارك. البيع والشراء فيهم 75 ل 77 لبان الاثنين يا اخواننا بالصلاه على النبي بصراحه يعني. اللهم بارك يا شيخ الله يرزقك فيهم. نخش على دي كمان. دين. خش عم حجيبه. السلام عليكم حمد. كم بسم الله ما شاء الله؟ 35 الا 200 لباني ولا كازره؟ 35 الا 200 لباني عجله بسم الله ما شاء الله سمينه يا اخوان. الاسعار يا اولاد نزلت. اللي عايز يلحق يشتري للبدو. اللي عايز يلحق للضحيه. الاسعار نزلت. ابعت على ببلاش يا اخواننا. الاسعار في السوق البهيمه ناقصه 5000 جنيه. الله يبارك لك الله يرزق الجميع. كام يا خالدي؟ دي تبعي. لا لا ولا يهمك يا خالد. ايه المشكله؟ احد بحها اثبت البسالي مركز كومبو كيلو ب 175 جنيه. انت تذبحها؟ ذبحها ب 31 ونص تجي 200 كيلو وداعا لقشع الجزارين. لا لا بجد هتذبح؟ هتذبح. امتى؟ بكره. بكره الصبح ان شاء الله. بكره نربع؟ بكره الاربع. بالبصالي؟ اثبت البصالي يا اخواننا. هنا الراجل ما شاء الله بيقول معاه عجله بكره 70 جنيه. لا ما شاء الله هيفوت على الواجهه كده يا جماعه. ايوه يا راجل. الله يرزق الجميع يا عرب. السلام عليكم امنا. ليه ملتبه يا شيخ؟ حد عندك. يرد على مش هيرد علينا. السلام عليكم يا عرب. الصلاة على النبي يا عمي. فينا ناس ما شاء الله. السلام عليكم امنا. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ما شاء الله. كم دي بالصلاة على النبي؟ 37. 37 لباني ولا كسرة؟ كسرة. 37 عيجة ما شاء الله للضحية يا اخواننا. 37000 جنيه اللهم بارك ما شاء الله. كسر جوز 37000 جنيه الله يرزق الجميع. عندك السلام عليكم الشيخ. ما شاء الله. ايه معك النهارده؟ ما شاء الله اللهم زيد وبارك. ايه الاسعار طب في الخمسه الشيخ؟ في ثلاثه دول كثير مجاوز. على كام يا عمده؟ على 39 ونص. في حاجه اقل ولا لا؟ جنبيها ب 38 ولا جنبيها ب 37. يعني الشيخ هنا معاه ما شاء الله تبارك الله معاه ثلاثه كسرات مجاوز. واحده ب 37 اللي هي قدامنا دي البني 37 ونص. ودي ب 38 ودي ب 39 ونص. الله يرزق. الراجل شغال في البهايم الضحيه والبهايم القاني ما شاء الله من تجار الناس الزينه الله يبارك. في رقم تليفون واخذه؟ ماشي 011. رقم المعلم ابو زيد صح؟ 011. بيزيد صح؟ الشيخ عز. الشيخ عز معلش يا شيخ عز سامعني. رقم المعلم الشيخ عز؟ 011. 15 16 6194. ده رقم الشيخ عز معاه ما شاء الله شغال في شغال في المال معاه مال طول الاسبوع الله يبارك. راجل زمته نظيفه الله يوسع عليك يا شيخ عز. 39000 جنيه ونص. 39000 جنيه ونص كازره مجاوز. هنا 38000 ونص
38,000 وهنا في واحدة 37,500 مع المعلم عز اخواننا يتواصل معه. وفي اثنين ثاني مع 39 واللي جنبها دي كاسر رباعي، كاسر رباعي 39 واللي جنبها 39 كاسر 6 وفي جنبها هنا برضه 39 كاسر 6 دي سنة كده سيد عمك. ايوه كده الدسنة دي كاسر 6 ب 39,000 جنيه والثانية كاسر رباعي 39 برضه مع الشيخ عز اخوانا رقمه موجود في الفيديو اللي عايزهم يتواصل معاه الله يرزق الجميع. ماشي يا شيخ السلام عليكم الله يرزقك يا شيخ عز. انا اجي ليه؟ صورتها يا غالي والنعمة صورت والله صورت اجي لك برضو حاضر من عينيا عدي يا خالي اجي لك يا خالي. اسواق بلدنا شيخ عز اسواق بلدنا اسواق بلدنا كسر جوز ماشي قول انت خلاص انا جيت لك عاد 300 كسر جوز 41 حرك كده طب زاد مصاريف الشحن مش كثير على 41 يا غالي عم انت فين تلقاه اسبوع الجاي 45 لا اسبوع الجاي الله اعلم السوق هابط يا غالي كسر جوز ما فيش هبطان دروع عليها. 41,000 جنيه مع المعلم هنا ما شاء الله عليك الله يرزقك يا غالي فيها ما شاء الله زاد مصاريف الشحن زاد مصاريف الشحن الله يرزقك عشان يجيبونا على النت الحوارات دي ماشي نزلونا جبنا من واحد انت وتصلنا معاه برضه ما شاء الله الله يرزقك يا غالي الله يرزقك يا شيخ عز ما شاء الله هنا يا اخواننا البهايم في بهايم ناقه في بهايم شعر كسر الرباع جدي ما شاء الله في حاجه معك ما كسرهاش ما هادي السلام عليكم كامل الكسر ده يا معلم هذا مين حد حسن كم دي عبد الجليل ان شاء الله خش الحق هرب كان عليه طار ما شاء الله لك يا كام دول يا اخي ليه يا اخي ربك الرازق يا شيخ السوق هو كذا ابن عمي ميزان طالع مثلا نهار اكثر من 10,000 كام دول طاب 56,000 فلوس 56,000 وصلهم كام؟ واصلين 44 يلا بهايم مجنسه فريجر 56 فلوس فلوسهم والله وصلات 46,000 46 الله يعود عليك الله يعود عليك الله يعود عليك يا ابو مده الله يعود عليك هنا اخواننا احنا دلوقتي حاليا في سوق العزبات اللي هي تحت العجر والعزبات اللحم اللي هي كاسره واللي مش كاسره كام دي؟ فلوسها 32,000 جنيه وفصالها 27 يا الله خراب ليه خراب يا عمي؟ هو عشان ما عندوش بهايم النهارده ما شاء الله فلوسها 32 وفصالها 27 الله يرزقك كم دي عمدة؟ دي ب 35.5 35.5 فلوسها؟ كاسرة ولا لباني؟ لبان لباني لحم بس ها؟ 35 والشيرة هنا ب 34 والشيرة ب 34 الله يعوض عليك هاي ده عليه الصلاة والسلام عيرة كده جاي ميمي ها؟ الله يوسع عليك يا ولد عمي ولد عمي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك التاجر الصادق مع النبيين والصديقين وحسن اولئك رفيق الواحد يقول سعرها وربك اللي يجي منه خير ذاك يا سناوي عامل ايه؟ يا حاج احمد خالد ده كام يا ابو ده؟ يا معلم كام دول؟ لا انت نقول اشتري ونناقب من جديد وصل 58 احد يقول لي افتح الاثنين؟ طيب اديها سنة كده بس عجلتين لباني لحم وصال فيهم 58,000 جنيه قبل السوق ده يا اولاد كان نوصل 65,000 جنيه دول اي والله بما ورد الله يعني وضلك بس 60 يفتح الله على الله يا شيخ على الله يا حي حط رقم تليفونك لو حد عايزه 012-72-70 بالراحة يا ابوي اللي هيكتب كده يلحق ازاي 012-72-70-4766 اسم الكريم احمد ابليس المعلم احمد ابليس معاه عجلتين بسم الله ما شاء الله لباني لحم البيع والشراء فيهم 57,000 جنيه